السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه ديال واحد الكيكه اللي نقدروا نقولوا عليها مميزه بمكونات بسيطه. كنتمنى تبقوا معايا حتى الاخر الفيديو باش تشوفوا المكونات والطريقه ديال هاد الكيكه. بسم الله، غنبداو بالمكونات. غنحتاجو 4 البيضات، 150 مليلتر من الزيت، 150 غرام من السكر، ويوغورت. انا هنا درت يوغورت بنكهة الموز، 2 كيسان من الدقيق، وخميرة الحلويات 12 غرام، وواحد ساشي ديال الفاني. قبصة ملح وتفاحة نقطعو على هاد الشكل ويكونوا هاد القطع رقاق، وملعقة خل. بسم الله، غنبداو بالبيض، نضربوه مع السكر وقبصة ملح. نضيف كذلك كأس من الزيت 150 مليلتر، ويوغورت بنكهة الموز، من بعد ما ضربنا مزيان هاد المكونات وتمزجوا مع بعض، غادي نضيفوا لهم 2 كيسان من الدقيق. من بعد غادي نضيفوا خميرة الحلوى 12 غرام تقريبا، وكذلك ساشي ديال الفاني. من بعد ما خلطنا جميع المكونات وحصلنا على القوام اللي بغينا، غادي نضيفوا لهم